جائزة بطولة المبدعين العرب 2020 جزائرية افتكها الكاتب الجزائري رابح خدوسي ليحصد لقب أفضل كاتب عربي في العالم عن فئة قصص الأطفال. الجائزة التي تعكف على تنظيمها أشهر منظمة للجوائز العالمية حول العالم في جميع الاختصاصات منذ عام 2010، وهي المجموعة العربية The Arab Group. أشكر المجموعة العربية المنظمة لهذه الجائزة على جهدها للكشف عن الطاقات الكامنة في العالم العربي في مختلف المجالات. هذه الجائزة تعتبر اعتراف بالإبداع الجزائري أولاً، وتثمين الجهود التي قمت بها في مجال أدب الطفل منذ عقود. وليس أمراً جديداً على روائي بقوة قلم الخدوسي أن يفتك اللقب، فهو الذي وهب قلمه للساحة الأدبية بسخاء، فنالت روايته شعبية كبيرة على غرار روايتي الضحية والغرباء عام 2090، وأثر مكتبة الطفل بسلسلات أهمها عالم الفكاهة وحكاية جزائرية. هذه الجائزة جاءت بعد ترشيحي لمجموعتين قصصيتين، الأولى قصصي الجميلة وتحتوي على 9 قصص للأطفال، والثانية روائع القصص للأطفال وتحتوي على 5 قصص للأطفال دائما، كما أرسلت سيرة ذاتية أدبية كاملة بطلب من المنظمين درستها لجنة التحكيم. رصيد زاخر بالأعمال الأدبية والجوائز أيضاً أحرزها الخدوسي على مدار مساره الأدبي، لم تبدأ بالجائزة الوطنية الجزائرية عام 2090 عن رواية الغرباء، ولم تنتهي بجائزة بطولة المبدعين العرب 2020 التي أقيم الحفل الختامي لإعلان نتائجها النهائية في الهيئة الملكية للطب بلندن.